السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، احوال جيده يا ربي، وان شاء الله يدخل عليكم رمضان بالصحه والسلامه والهنا وراحه البال ومغفره الذنوب يا ربي، يعني ربي يتقبل منا. اليوم ان شاء الله غدا نبارطاجي معكم واحد الوصفه مختلفه تماما على البيتزا العاديه، يعني المعتادة اللي كنديرو بها بالعجين وداكشي. المهم هذه بسيطة وتحضروها في وقت اللي قياسي، يعني بدون ما تعجنوا وتعبوا وتخليوا العجينة حتى تخمر وعاد نعمروها. هذه سهلة وبسيطة وتحضروها يعني كما قلت لكم في وقت بسيط بزاف، ممكن تكوني خارجة وتدخلي يعني بسرعة تحضريها. وعندي بيتزا بالبطاطس المبشورة بدون عجين، خفيفة على المعدة ولذيذة أكيد، أحسن من ديال الطحين. غادي ندوزو دابا باش نشوفو المقادير والطريقة ديال التحضير. والبنات اللي مازال ما يعني ما مشتركوش عندي في القناة، كنتمنى أنكم تفعلوا الضغط على الزر الأحمر للاشتراك وتفعلوا الجرس باش توصل كل جديد. هادو المكونات، عندي 4 ديال البطاطات غسلتهم ونقيتهم، عندي 2 ديال الحبات ديال البيض، فرماج يعني مبشور موتزاريلا اللي عندي هنا، عندي بودرة البصل يعني اختيارية اللي ما بغاش ما عندوش يعني يبقى لي ما يستعملهاش، والزعتر اللي هو أساسي في الوصفة خاص ولا بد يكون باش يجي عندكم في البيتزا يعني المذاق يكون زوين ومنسم. وعندي البصل الأخضر حتى هو اختياري قطعته رقيق، والزيتون الأسود. المهم أنا المهم عندي هو العجين ديال البيتزا، المهم تعمرو باش ما بغيتو، غير الزعتر تيكون اساسي. وعندي طماطم يعني ديال البيتزا، دي ناتشو ما فيها حتى شي عطريه لا حتى شي حاجه. وعندي هنا طون، فلفله حمراء وخضراء وصفراء، مهم الوان تستعملوا اي لون عندكم ماشي بالضروره، شويه ديال الملحه والقليل من الفلفل الاسود. هادو هما المكونات اللي هي بسيطه. كما قلت لكم انا لاباز ديال هذه الوصفه هو العجينه او هذا اللي غادي نعمر بها انا يعني البطاطا محكوكه، هي الاساس ديال الوصفه. انا علاش بارطاجيتها معكم؟ اكيد كل السيدات كيعرفوا يصيبوا البيتزا، ولكن البيتزا العاديه ديال كنعجنوها ونصيبوا العجين بحالنا كاملين، مي هذه مختلفه تماما. يعني ملي تكون عيانه وما عندك ما يدار وما فيك ما يطيب، غادي تاخدي واحد 3 الحبات ديال البطاطا وتغسليهم وتحكيهم على هذا الشكل هذا. والعمارة البنات راه كتبقى على حساب داكشي اللي متوفر عندنا في الثلاجه ديالنا. المهم ملي كتحلي الثلاجه كتلقاي داكشي، المهم اللي كان بسيط تقدري تاخدي غير بصله مع شويه ديال الطون، اولا تكتفي غير بالدنجال مع شويه ديال القرعه حتى هما تشحريهم وتحطيهم مع فوق صوص الطوماط. يعني العماره كتبقى اختياريه. كما لاحظتوا حطيت البطاطا، ديرو في الحكاكه يكونوا العينين ديالها شويه كبار، وضعت شويه ديال الملحه القليل من الفلفل الاسود، وغدا نوضع شويه ديال الزعتر اللي كما قلت لكم اللي هو اساسي في الوصفه باش تجي عندكم النكهه ديال البيتزا، وبودره البصل غير شويه تقريبا نصف ملعقه يعني صغيره، وكتبقى على حسب الكميه اللي غادي نستعملو نتوما، وشويه ديال يعني الفرماج محكوك هكا. انا غير تقريبا غير واحد 50 غرام اللي استعملت ديال الفرماج، وجوج حبات ديال البيض، وغادي نخلط هاد المكونات مع بعضها، وجوج المعالق ديال الزيت. نسيت ما قلتهمش لكم البنات، ديروا جوج المعالق هكا ديال الزيت وغادي نخلطهم مزيان كما كتلاحظوا. والكميه راه كتبقى على حسب عدد الاشخاص هكا اللي متواجدين في البيت، قلال ولا كتار، المهم داكشي كيبقى على حسب. المهم انا وريتكم غير الوصفه يعني الطريقه ديالكم باش تخدموها، وكتكون خفيفه وكتكون صحيه اكثر على البيتزا اللي بالدقيق الابيض. انا هذه كتجيني خفيفه. وهنا كما لاحظتوا خديت اللاطه اللي غندخل الفرن رشيتها بشويه ديال درت لها سبراي هكا ديال الزيت، واللي ما عندوش يدير له غير زيت الزبده بحال الزبده بحال الزيت، ودخلتها للفرن
وغادي نتخليوها في الفران هكا، ديروا الفوق والتحت تقريبا من بين 15 حتى 20 دقيقة. انا درت درجة الحرارة ديال الفرن عندي هنا 190، وكيبقى على حساب الفران ديال كل سيدة، ما نقدرش نقول لكم بالضبط، خاصها تكون هكا يعني تحمر من التحت، تشوفوا باللي تحمرات من التحت، وتكون شوية يعني ماشي تحمر بزاف من الفوق، تبقى هكا اللون ديالها كما في الصورة. كتاخدوا الطماطم، انا غادي نوريكم في الصورة يعني هاد المطيشة اللي راني استعملت، يعني ما فيها حتى شي اضافات، بدون نكهة ما فيها حتى شي حاجة. غادي نوضعها في فوق هاد البطاطا كما كتلاحظوا، تقريبا 4 ديال المعالق، كيبقى على حسب يعني المول اللي غديروا فيه هاد الطاطا هادي، واش كبير حجم ديالو كبير ولا صغير. وغادي نوزعها، حاولوا ما تقربوش للجوانب باش هكا يجي الشكل ديال البيتزا. فكرة ممتازة البنات، هكا لشهر رمضان يمكن لكم حتى لاخر لحظة وتوجدوها، من الاحسن يعني البطاطا ما تطيبوهاش هكا وتخليوها يعني ديروها في نهارها. وغادا نرش الفرماج موتزاريلا، كنديروه كطبقة تانية، اكيد كنزيدو واحد شوية غير القليل من الفوق ديالها باش تبقى تبان لينا، يبقى يبان لينا التزيين ديال البيتزا. ودابا غادي نبدا نوضع في الطون، كنفتو هكا بيدي كما قلت لكم. يمكن لكم اللي ما عندوش الطون في الدار ولا هكا شويه الكفته ولا الدجاج، استعملوا غير الخضر، وكتجي لذيذة البنات وكتبقى احسن. كنوزع يعني الطون كامل، وهذيك الوصفة هذوك المقادير اللي شفتو راه شاطلية منهم، يعني ما استعملتهمش كاملين لان البيتزا ما كانش الحجم ديالها يعني كبير بزاف، توسط المهم كيوكل تقريبا هادي توكل 4 ديال الاشخاص. ووضعت شوية القليل من البصل الاخضر اللي كيعطيها نكهة ونسمة زوينة، حتى هو يعني اختياري. وغادا نزينها هكا بالفلفلة ألوان، كتشدو الدنجال حتى هو مني كتشحك كتصوطيو هكا مع شوية ديال زيت الزيتون، مع شوية بودرة ديال شوية ديال الزعتر باش يعطي ديك النسمة، وشوية ديال الملحة، والقرعة حتى هي نفس الشي. وكتزينوا بها الطبقة ديال البيتزا، كتجي رائعة مع الفرماج، وأكيد يعني المطيشة هذه اللي كنديروها كطبقة أولى كتعطي واحد المذاق وواحد النكهة زوينة. كما قلت لكم ماشي بالضرورة حتى تستعملوا يعني العمارة هكا هاد المكونات اللي استعملت أنا، غير هكا عادو باش كيعطي واحد اللون زوين هكا للطبق، يعني كيشهيكم كما كنقولوا العين كتسبق الفم، هذا هو هذا هو الاساس عندنا، كاين اللي كياكل غير بعينيه. وهنا راه يعني البيتزا ديالي راني زينتها الفلافل، غادا نوضع الزيتون اللي منزوع يعني حيدت له العظم، واللي عنده الزيتون اخضر ولا المهم اللي كان غير الزيتون الاسود مع الالوان كيعطي واحد المنيظر اللي كيجي زوين. ومع البيتزا هذيك البطاطا المبشوره كانت سخونه كما كتلاحظوا، راه الفرماج بدا كيدوب. ومني ندخلوا لهاد البيتزا البنات، الاكيد انكم يعني ما تشعلوش الفرن من الفوق غير من التحت، فوق ما تشعلوش باش يبقى عندكم داك المنيظر وداك اللون ديالها يكون زوين. ومن بعد ما وجدت لي البيتزا كما لاحظتوا راني دخلتها الفران وخرجتها كما قلت لكم على الحرارة اللي تكون متوسطة وغير من التحت،
ماشي من الفوق. اما في المرحله الاولى من يلا كنديرو غير البطاطا بوحدها، الفران من الفوق لتحت، والبطاطا كتكون في الوسط ديال الفران. انا غادي نقطعها معاكم باش تشوفوا كيفاش جات. والله البنات انت كتجي ألذ من البيتزا العاديه صدقوني. اكيد اكيد يعني السيدات اللي دائما كيسولوا على لاباط ديال البيتزا، هذه احسن وكتبقى صحيه اكثر. جربوها البنات وردوا عليا وكتبوا لي في لي كومونتير، غير تبعوا الطريقه بالتفصيل. هنا كما كتلاحظوا كنقطعها، كتجي في الشكل ديال البيتزا رائعه وزوينه. المذاق وشكله في المذاق يعني يمكن لكم تقطعوها هكا مرسوات وتقدموها لولادكم في الاطباق بحال كياكلوا البيتزا العاديه. انا ولدي قال لي ماما تبقايش دير لنا البيتزا الاخرى، مع انني كتخرج ليا زوينه لاباط ديالها وكل شيء، قال لي ماما عجبتنا هذه احسن. كما قلت لكم كتكون خفيفه على المعده. انا كنقطع لكم وخليوها اكثر، يعني لو بغيتوا تحمروها من تحت خليوها يعني الفران يكون مشعول اكثر. هذا هو الشكل ديالها، كتجي زوينه وخفيفه. وكنتمنى ان هذا الفيديو يعجبكم، واللي عجبكم البنات ما تنسونيش من اللايكات ديالكم، هذا فضل منكم. وبارطاجيو الوصفه مع الاصدقاء والاحباب خصوصا في شهر رمضان، بحال هذه الوصفه هذه زوينه وصحيه ما فيهاش العجين وكتكون خفيفه على المعده. وشكرا لكم على المشاهده، ونتلاقاو ان شاء الله فيديو اخر، والسلام عليكم.